مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. بعد التسريبات الأخيرة لصور منى الإمام، آية توجه نصيحة لمتابعيها بعد اكتشافها أن صديقتها هي من أطاحت بها. شوفوا عاشروا كلب، ما تعاشروش بنادم، جيبوا كلب ربوه وما تديروش صحابات، جيبوا كلب ربوه وما تدخلوش البنات لداركم. أنا نقول لكم تكرهي جيبي بكلب، تحبي تبدلي تحبي تحكي حكي الكلب تاعك، غير هو اللي ما يخونكش. أرواح قل لهم حاجة، هيا قل لهم حاجة، قل لهم حاجة، قل لهم حاجة. هذوك ما يعنقنيش ما يرقدش جوج جوج يا كوكو يا بيبي فرح كي شافني مون أمور. يا 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 قل لهم أرواح، شت 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 قل لهم كوكو، دير لهم كوكو، هو حاب يعنقني دير لهم كوكو. بوغي وسخني كاع ليزونسيال، ادوها من عندي باغ اكسبيريونس ابخي بزاف درابيا يخليكم هاد الهضره بوغ فو لي فيل فيت با كونفيونس. فوالا حبيت ادوها من عندي انا، جو لي با امبالي هاد سوجي، مي مانيش حابه يسالكم شنو صاري لي البنات، فاهمين؟ لو كان نقولكم انايا بلي شتو شنو صرا كامل في غزو، ايما روح خمدك كوكو يا خمدك كوكو، بس كوكو كوكو ايما تعزيز زينيو جتيم، فهمتو شتو شنو صرا كامل في غزو. هادي صحبة نحكي لهم، يما خليني نحكي لهم، نحكي لهم خليني، هادي صحبة تاع 12 سنة، لا خليني خليهم يدوا مني العبرة تاع 12 سنة، هي اللي هاي تبعد، هي اللي هاي تهدر، هي اللي كل شيء. سما ما نديروش كونفيونس في البلاد، هذا واش حبيت نقول لكم. وان تنشوف حضرتك شيش تشوف حضرتك تشميني زيني، ما واحد سكوسي ديوس الزينة كيوك سيرورا حنيس الحاجة يمي نسني حاجة، نسني حاجة إلى عبادة أقام يستيلي ميركولي إناس، قولي لهم يديروش كونفيونس في البنات برك، هذا ما كان إيه واحد اللي يقطع في الآخر ماشي مليح، يجي الوقت اللي يخلص آوي إن شاء الله واحد ما يدير غير الخير، هذا ما كان لا يا خم الخير أتخاف الخير ما تخافش، واخدم كونفيونس في الفيول ديري يعني نشتاقي آوي إسانسيال ما جو في ما بيست لايف شي مي غران بارون. جيسبر كو فو فو زالي بيان اي بورتي فو بيان جو فو زالي. لعرض إعلاناتكم على باخة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تيك توك انستغرام.